مصادر مقربة من الفنانة الشابية نجاة التابو تكشف السبب الحقيقي وراء انفصالها عن زوجها مراد الحضيري. فبعد أن أعلنت الفنانة نجاة التابو خبر انفصالها عن زوجها ومدير أعمالها مراد حضيري بعد زواج دام حوالي 10 سنوات، فمصادر مقربة من المغنية الشابية أكدت أن هذه الأخيرة هي التي تقدمت بطلب الطلاق من زوجها بعدما نشبت بينهما خلافات عائلية كبيرة في الأشهر الأخيرة. ونفس المصادر أكدت أن نجاة التابو لم تحصل على الطلاق بشكل رسمي، إذ أن الإجراءات لا زالت سارية من أجل التسريع في انفصالها عن مراد حضيري. وقد سبق لنجاة التابو في غير ما مرة أن صرحت في بعض الخرجات الإعلامية لها عن نجاح علاقتها وتفاهمها مع زوجها مراد، إلا أن خلافاتهما شاءت أن تنهي علاقتهما الزوجية التي دامت لسنوات عديدة. ويعتبر مراد طليق تابو البالغة من العمر 60 سنة زوجها الثاني بعد زوجها الأول الموسيقي والمغني حسن ديكوك. وقد اختارت نجاة تابو أن تخبر متابعيها عن خبر انفصالها عن زوجها عبر صفحتها على الانستغرام، حيث نشرت تدوينة قالت فيها: بعد تفكير هادئ وعميق قررنا أنا ومراد إنهاء حياتنا الزوجية، وبالتالي هو لم يعد مدير أعمالي. وقد تابعت تابو في نفس التدوينة: بالنسبة لكل من يريد التواصل معي بالنسبة للأعمال، الإيميل في البايو. شكرا لكم أحبائي على حبكم وتفهمكم، تحياتي.